السلام عليكم واش 20 كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. عدنا ونعاودوا احمدو كما كيقولوا الخوت. سمحوا لي ما درتش لكم الفيديو لا ربع اللي فاتت، كان عندي شي مشاكل يلا سالي دابا شي مشاكل ديال الدراسه وفهمتي بزاف الحوايج. يلا دابا تفرغت غادي ندير لكم واحد الفيديو اللي كتوصيتوني عليه انا كيفاش تقدروا تقتنيو وليدات ديال الدريساج العمر المناسب وكيفاش تقدروا ما تبغيو تشريو وليد كيفاش تقدروا تقلبوه باش ما تصيدوش ما تجيبوش شي وليد مريض. المهم علينا الخوت باش بلا ما نطول عليكم، المهم ابوني شي فريق ابونا خليو لي شي كومونتيرات ديالكم اللي عندو شي فكره ديال شي فيديو بغاني نديرو خليه في الكومونتيرات، بارطاجيو مع الاشران ديالكم وديروا لي لايك الخوت باش تطلع الفيديو الناس بزاف. وندوزو الخوت نشرح لكم كيفاش تقدروا تقتنيو الوليدات. المهم الخوت انا جبت دابا الطوير هذا من اخر انتاج عندي هاد العام. دابا الاغلبيه ديال الجوجات حيت لهم زعما كنصنع حيت لهم كلشي دابا خليتهم يرتاحوا بقاو غير واحد التست الوليدات. هذا خوهم هذا هو الصغير فيهم غادي نشرح لكم فيه ان شاء الله. وبالمناسبه الخوت التست الوليدات اللي باقين اللي غادي نوريكم دابا راه وريتكم هذا ونوريكم واحد جوج اخرين راه البيع اللي بغاو يدوز عندي الانستغرام ولا تيك توك الانستغرام ولا باج فيسبوك راه تلقاو في الديسكريبشن تلقاو حتى تيك توك في الديسكريبشن دخلوا عندي تما تلقاو ليا ميساج راه غادي ندير معكم تما نظرون الا جبتونا من يوتيوب. المهم علينا الخوت ندوزو الموضوع ديالنا. ملي تبغي اخويا تقتني شي طوير خاصك اول حاجه تعرفها خاصك تعرف بعدا كيفاش تتعامل معاه خاصك تدخل تشوف فيديوهات كيفاش تقدر نوكل هاد الوليد وتشوف راسك واش عندك القدره على انك تقتني هاد الوليد فهمتيني. دابا هاد الوليدات الخوت خاصك ليهم الوقت القليله فهاد العمر خاصك توكلو واحد 3 المرات في النهار فهمتيني. الا ما وكلتيش راه غادي يموت غيعتمد عليك غير انت. دابا هذا واخا مكياكلش الراس دير في بالك انك 3 المرات خاصك توفرهم ليه 3 المرات في النهار خاصك توكلو. ثاني حاجه خاصك توصل توفر ليه الماكله ديالو افانتايا خاصك تاخذ ضروري افانتايا ديالو ولا تقدر تقاد لي واحد الخلطه راه عندي لكم الخوت واحد الفيديو ديال الخلطه راه موعدكم به شحال واحد كتبوا لي في الكومنتيرات راه والله ما كنسالي الخوت راه يلاه سالي دابا ان شاء الله من هنا نبداو نبقى ندير فيديوهات. المهم هادشي اللي كاين الماكله والوقت خصو يكون عندك الوقت فهمتيني. يكون عندك الوقت كنتي خدام تقدر ولا كان كنتي تقدر دي معاك ما كنتيش تقدر دي معاك خصك ضروري تخلي شي واحد يوكلو لك ضروري هادي. إذا ما وكلتيش غادي يموت راه كيعتمد عليك غير انت ولا تحيدو على والديك ولا انت المسؤول عليه. المهم ملي تبغي تمشي تشري اخويا ملي تعرف دابا هاد المعلومات كاملين كيفاش تقدر توكلو شنو خصك توفر ليه السوران كلشي اي خصك اخويا فاش غادي تجيبو فاش غتقدر تجيب الطويره ما غاديش تدي معاك قفيز باش تجيب هاد الدول. هذا باقي وليد هذا باقي ما كاين يعني باقي ما شادش في راسو اللي غتقدر تجيبو فيه هو كرطونه غتاخد كرطونه احسن حاجه هني وانا صاحبي هني كنجي كنصور هنا كيما هضروني كرطونه اخويا احسن حاجه تقدر تجيب فيها وليد فهاد العمر كرطونه غدير فيها شويه نجاره صافي وغديها معاك كرطونه صغيره غديها معاك صافي كرطونه كتقيه من البرد وكت بزاف الحوايج ما ولا درتي نجاره ما كيبقاش يبزق على راسو ديك النجاره كتابسوربي داك الماء اللي في البصق وما كتخليش يجوز التخريج ديالو صافي كتمشي كتوكل على الله ما كتوصل عند مول داك السيد اللي غادي داك الايربور اللي غادي يبيع لك داك الطوير كتسولو اول حاجه خصك تسولو على والديك كيفاش دايرين. انت قبل خصك تكون محدد الطفره اللي بغيتي الوليد واش البينو كاين بزاف ديال الطفرات البينو لاتينو بايد ايزابيل فاس بلو شوف الطفره اللي غترتاح لها انت في الكاركتير راه كلهم بحال بحال راه ماشي حيت هذا ماشي حيت البينو احسن من زعما كاين دكا من بايد ولا دكا من الحباشي ولا دكا من ايزابيل راه كلهم نفس السيستم كلهم كيتعتبروا كوكتيل ولا بيروش ولا شو النوع ديال الطائر اللي باغي تدريسي كلهم كيعدو نفس الجنس كنتسماو حنا تقريبا زعما كاين نفس النوع ديال الطيور غير الطفره ديالهم كتختلف. شوف انت اللون اللي غترتاح ليه اما في الذكاء بحال تقريبا صافي كتوكل على الله كتمشي عند هذاك السيد بعد ما كيقول لك والدي باش تعرف الدم ديالو كيفاش داير وانت راه بغيتي تشوف ليه شنو غادي يقدر يعطيك كتوكل على الله كيهبط لك الطوير ديالك بحال ما هكذا الطوير بعدا كي خصو يكون ما فيتش 20 يوم وما ماشي قل من 15 يوم وماشي فيتش 20 يوم يعني ما بين 15 يوم و 20 يوم صافي كيهبطوا لك كتشد الوليد بحال ما هكذا في يدك كتقلبو
الوليد اول حاجه الخوت ما خصوش يكون خامل، ما خصوش يكون مدعدع فهمتي بزاف، خصو يكون اكشن عمل اللي كيتحرك شاد لك صبعك بحال ما هكذا فهمتي، يعني كيبغي يهرب منك، يعني اكتيف طير ماشي داك الطير اللي خامل ولا مكوبر كما كنقولوا حنا. صافي كتجي كتقلب ليه هناك تشوف عينيه، بعدا كاين عينيه خصهم يكونوا فهمتي فاتح عينيه مزيان كيبان لك عينيه بري كيبليو، يعني الطير اللي كتشوف هذا الشيء فيه تعرف انه مغذي مزيان والديه بصحه جيده، دونك هو غيكون صحه جيده. كتزيد تقلبو، كيفاش كتقلبو؟ كتقلب ليه الكرش ديالو، الكرش ديالو هنايا، هنا الكرش ديالو تقلبها خصها تكون صافيه بحال هكا. اللون ديالها هو كيبان لكم من الكرش ديالو لتحت، اللون ديالها كيكون صافي بحال الجلد ديال بحال البشره ديالك انت، صافي ما كيبان لك لا عرق فيه لا انتفاخ لا والو. كتزيد كتقلب ليه هنا صدرو هنا فوق الكرشو، ما كيكونش فيه تسيوف، ما كيكونش ضعيف، كيبان لك عامر صدرو مزيان. ملي كيتقى هادشي كتعرف ان الطائر كيتغدى مزيان، والديه الدم ديالو نقي ما فيهش شي مرض، دونك هو ما فيهش شي مرض. كتزيد ثاني شنو هو اللي غتقدر تلاحظ؟ الريش، كتلاحظ الريش ما خصوش يكون مبرقع، ما خصوش يكون منشوف، ما خصوش يكون صلع، كتقلب هنايا ما خصوش يكون صلع ورا الراس ديالو. صافي هادشي اللي غتقدر، لو لقيتي هادشي مزيان هادشي اللي قلت لك كلشي مزيان ما صلع ما فيه والو، توكل على الله وكتقدر غير صافي وكتفاهم ديك الساعه الثمن كيبقى بينك وبين هذاك السيد اللي باع لك فهمتيني. كاين اللي كيباقي الطيور، بالنسبه لي انا ما كنباقيش الطيور، بغيتي في الباك لقيتي بالباك مزيان، لقيتي بلا باك راه مزيان، الباك راه والو، راه بالنسبه لك انت باغي تدري سير باك ما عندوش غادي ينفع. الباك اصلا كيديروه غير باش يحدد الجنس ديال الطائر، وكاين شي ناس كيديروه بسمياتهم باش هذاك ملي غادي يطير غتبقى عندك السميه ديال المولاه فهمتيني، عاد من خديتيه والنمره ديالو باش بغيتي لا سولت شي واحد على عاد من خديتي هاد الطوير بغيت انا شي واحد كتعطيه النمره، كتبقى عاقل عليها في الباك ولا كتبقى عاقل على سميه السيد، هادشي باش مزيان الباك، شي حاجه اخرى راه ما مزيانش، حيت الباك حتى هو عنده واحد السلبيات. انا خوت كانت عندي واحد النتوة دابا راه مابقاتش عندي، بعتها كوبل. كان عندها الباك، حيت كاينين شي طيور الخوت كتكبر ليهم رجلهم بزاف فهمتيني، كيكونوا تبارك الله كرون طاي، والواحد لما كانش عارف كيدير ليهم شي باك صغير بشي نمره ولا بشي حاجه كيركبوا ليهم، ملي كيكونوا صغار عادي كيبان لي مرتاح فيه، غير كيبداو يبلغوا كيبدا داك الباك كيتزير عليهم، وخاصه نتاوي حيت نتاوي ملي كتبدا تحضر. دابا ها هو الباك عندها هنا في رجلها مثلا، ملي كتحضر رجلها بحال كتبنيها بحال ما ملي كتبغي تحضر على البيض كتبني رجليها بحال هكا، فداك الباك تولي مفورصيه عليه بحال كنقولو بفخدة، يعني كيولي مواعشة فهمتيني، معرفتش واش وصلاتكم الفكرة، ولكن داك الباك كيبقى كيدبرها يقدر يجرحها، وبعض المرات تقدر النشوة كتنفخ ليها رجلها وكتزيد تزير، فصافي ديك الرجل ديالك تولي ميتة فهمتيني، تموت وما كتبقاش زعما كنتحرك بها مزيان. كان طرات لي واحد في هذيك النتيوه اللي قلت لكم وحيدتو لها غير بزز الخوت، رجعتها كلها دمايات، حيت دابا راه ما كانش عندك داك المقاس ديالو صعيب باش تحيدو. المهم علينا خرجنا على الموضوع، الباك كيبقى الاختيار ديالكم نتوما الخوت، بغيتو ولا ما بغيتوش داك الاختيار ديالكم، بالنسبه لي انا راه ما كان باقيش. المهم هادشي ما كان، هذا ما كان بالنسبه كيفاش تقتني وليد، هادو هما العلامات اللي خصكم تعرفوا، المعلومات اللي خصكم تعرفوا قبل ما تقتني وليد. اخر حاجه قلبوا لي رجلي ما يكونش مفروش، حطوه في شي بلاصه تكون ستابل ثابته زعما كان بلا، شوفوا واش كيتحرك الطير ولاحظوا فهمتيني، شوفوا كيفاش كيتمشى واش مفروش، الا كان مفروش بعدو من الخوت، حيت فهاد العمر واخا تكون النيه ديالكم صالحه تقولوا غنديو نبغيو نعالجوا لي رجلي، صعيب باش يتعالج فهاد العمر. بالنسبه للكساح كيتعالج ما بين 5 ايام ما بين يومين حتى سيمانه، فات سيمانه كيولي صعيب باش يتعالج حيت الرجل ديالو كتكبر والعظم ديالو كيقصح، صعيب باش يبقى يرجع. المهم هذا ما كان الخوت، غنوريكم الوليدات الخوت هذا، باش الا بغاوهمش الخوت يدوزو عندي الانستغرام غتلقاو في الديسكريبشن، غنوريكم الخوت ديالو تبارك الله. هذا راه بايد، هذا تقريبا هذا هو الصغير فيهم، هذا راه دابا عنده شي 16 يوم ولا 15 يوم، انا نوريكم خوتو. المهم هو الاخر هذا تبارك الله مستوى زوين ديالو، شتي فيه الايزابيلا، ايزابيلا والباي.
هذا اكبر من هذاك بشي نهار ولا يومين، غتكون عنده شي 18 يوم هذا تقريبا. اكرون طاير خوت، هادو هما اخر وليدات بقاو عندي، ثلاثه دابا، ثلاثه اللي كاينين للبيع ديسبونيبل. هذا هو الكبير فيهم، هذا تقريبا عنده 20 يوم، 20 يوم تقريبا، هذا حيت حاسب ليهم انا تبقاو عندي، هادو هما الاخرين حاسب ليهم. شتي هذا تبارك الله المستوى ديالو كيفاش داير. المهم اللي بغاهم يدوز عندي الانستغرام راه ندير معاه ثمن زوين، قول لي راه مجيت من يوتيوب راه غنتفاهم. المهم هذا ما كان الخوت، نتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. اللي عجبو الفيديو خلي لي لايك، ديروا لي لايك الخوت باش يطلع الفيديو بزاف الناس، باش نكملوا دغيا 1000 ابوني راه ما وصلناش ليها. لايك وسبسكرايب، تحياتي ليكم، بارطاجيو مع الشناد ديالكم، ونتقاشعوا فيديو اخر ان شاء الله. بيس ليكم.